أهلا بكم من جديد. أعلن مصرف البحرين المركزي تغطية الإصدار رقم 71 من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. التقرير التالي يستعرض تفاصيل هذا الإصدار. عقد الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا مؤتمراً صحفياً في مركز ولي العهد للبحوث الطبية والتدريب بالمستشفى العسكري حول آخر مستجدات جهود مكافحة فيروس كورونا. وخلال المؤتمر أكد الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين أن الحزم المالية والاقتصادية التي قدمها الصندوق بلغت أكثر من 4.5 مليار دينار بحريني، مشيرا إلى أن مبلغ الدعم سيشمل المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر بالإضافة إلى القطاعات الأكثر تأثرا من جائحة كورونا. بلغت الحزم المالية والاقتصادية حتى اليوم أكثر من 4.5 مليار دينار بحريني. تعزيزا لهذه الجهود الوطنية، أعلن صندوق العمل تمكين عن تقديم الدعم للمؤسسات الأكثر تأثراً من جائحة كورونا. قيمة الميزانية المرصودة لدعم المرحلة الأولى تقريباً 40 مليون دينار بحريني، وهذا طبعاً المرحلة الأولى يشمل إبريل ومايو ويونيو، والمستفيدين من هذا المبلغ المرصود وصل إلى 15,600 أو ما يزيد عن 15,600 مؤسسة صغيرة ومتناهية الصغر. بالإضافة إلى ذلك، ما يزيد عن 900 بحريني من سائقي سيارات الإجرة والحافلات ومدربي الصياغة وعاملات رياض الأطفال استفادوا من هذا الدعم. أما برنامج دعم استمرارية الأعمال للمرحلة الثانية اللي يبدأ في شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر للقطاعات الأكثر تأثراً، فقط للقطاعات الأكثر تأثراً. طبعاً القطاعات هذه الصالونات النسائية وعددها والرجالية عددها 1914، المطاعم والمقاهي عددهم 393، مكاتب السفر والسياحة 346، الصلاة والأندية الرياضية 205، والمعاهد التدريبية 139. أكدت جمعية مصارف البحرين أن الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا وتداعياتها على الأعمال ربما تكون فرصة مواتية أمام البنوك للتوجه أكثر نحو منح ما يسمى بالقروض الخضراء، وهي القروض الموجهة إلى الأعمال والمشروعات التي تأخذ بالحسبان إدارة استهلاك الطاقة بكفاءة أكبر والاعتماد أكثر على مصادر الطاقة المتجددة والتقليل من المخلفات. وقال الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم إن استدامة عمل وربحية المصارف والمؤسسات المالية يرتبط باستدامة الأعمال والحراك والنمو الاقتصادي، لذلك يرى من الضروري التذكير بأهمية إيلاء اهتمام أكبر بالمقترضين الذين يقدمون دراسات جدوى تراعي الجانب البيئي والاجتماعي. وننتقل الآن مشاهدينا إلى أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.
النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. الخبراء الاقتصاديون يتوقعون نمو الاقتراض الحكومي في بريطانيا ليكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1222 نقطة بانخفاض بنسبة 77%، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 5,777,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 555,000 دينار تم تنفيذها من خلال 73 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، فنبدأ بالسوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7,427 نقطة بارتفاع بنسبة 14%. أما بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4,262 نقطة بارتفاع بنسبة 13%. أما سوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 3,521 نقطة بارتفاع بنسبة 1.29% لتكون الرابحة الأكبر لليوم الثاني على التوالي. نشرت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين مؤخراً تقريرها حول نتائج أحدث استطلاع آراء للمستخدمين الأفراد بشأن خدمات الاتصالات. وبحسب نتائج الاستطلاع ذكر 99.7% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم استخدموا الإنترنت في الأشهر الثلاثة الماضية، وهو ما يعد مؤشرا واضحا على انتشار خدمات الإنترنت في مملكة البحرين بشكل كبير. وتجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين احتلت المرتبة الرابعة عالميا في نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت، وذلك وفقا لتقرير التنافسية العالمية الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي في أكتوبر 2019. وقع مصرف السلام البحرين اتفاقية مع بورصة البحرين ومصرف البحرين المركزي لتقديم خدمة وساطة جديدة ومبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تسمح باستخدام صكوك الإيجار الصادرة من مصرف البحرين المركزي كأصول أساسية في أطر تمويلات المرابحة، وتلبي الهيكلة الجديدة والمبتكرة الطلب المتزايد على حلول التمويل البديلة مثل التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي ساهمت في زيادة إصدارات الصكوك العالمية. توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يحقق الاقتصاد السعودي نمواً خلال عام 2021-2024 بمتوسط 3%، وأظهرت بيانات الوكالة توقعها بارتفاع عجز الموازنة العام الجاري إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 4.5% العام الماضي، في حين تتوقع أن يصل عجز الموازنة العام المقبل إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي. قفزت أسعار الذهب أكثر من 1% أثناء آخر التعاملات مسجلة أعلى مستوى لها في حوالي 9 سنوات بدعم من تراجع الدولار وتوقعات بمزيد من الإجراءات التحفيزية لإحياء الاقتصادات التي تعاني من تداعيات جائحة كوفيد-19. وقال محللون إن الذهب يستمد القوة من تراجع الدولار الأمريكي على الرغم من تحسن معنويات السوق. وهبط مؤشر الدولار 47% أمام سلة من العملات الرئيسية مسجلاً أدنى مستوياته في أكثر من 4 أشهر. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى قفزت الفضة أكثر من 7%،
وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2014. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. قفز الاقتراض الحكومي في بريطانيا إلى مستوى قياسي عندما يعادل 162 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2020 و2021، عندما كانت إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا في ذروتها. ويعادل هذا أكثر من ضعفي إجمالي الاقتراض للسنة المالية السابقة بكاملها. ويعتقد معظم الخبراء الاقتصاديين أن الاقتراض الحكومي في بريطانيا هذا العام سيكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية قياساً إلى حجم الاقتصاد.